شكر الله لكم، خاتم خاتم الخطوبة فضيت <applause> شيخ حكمه خاتم الخطوبة هي من العادات نعم والأصل في العادات الحل فلا بأس لو لو جعلوا خاتم الأظافر الاصطناعية للمرأة الأظافر لا أعرف دليلا يحرمها لكن فيها كراهة في العقل لأن فيها تشبه بمن يخالف سنن الفطرة وسنن الفطرة عند أكثر العلم أنها مستحبة وليست واجبة نعم فيكون فيها مخالفة ويكون يعني أدنى الكلام فيها والكراهة لكن ليست محرمة شكر الله لكم نعم.